إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى هذا الخبر، حيث لا يضيع الاحتلال الإسرائيلي أي فرصة للتنغيص على الفلسطينيين وإفساد أفراحهم. وهذه المرة اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الشاب عبد القادر قبل ساعات من زفافه. العريسان انتظروا هذه الليلة كثيرا بعد أن تم تأجيل هذا العرس لأكثر من مرة. المزيد في التقرير التالي. أنا ربا نجيب فراج من مخيم دهشة، صبية من هالمخيم، تربيت في هالمخيم، درست علاج طبيعي واشتغلت في الجمعية العربية للتأهيل. أنا مش أول بنت فلسطينية، في كتير بنات فقدوا عريسهم، يا استشهد يا انسجن بنفس اللحظة يا تاني يوم أخذوه، فأنا واحدة منهم. قبل العرس بيوم تم اعتقال عبد القادر عشان بس يوقفوا هذا العرس اللي هو بالنسبة لي زي ما أنا نزلت يحمل روح فلسطينية. إحنا كنا عم نحضر لكل تفاصيل العرس، طبعاً تم تأجيل الخطبة قبل بسبب اعتقال أخوي وتحقيق، وأنا ما كنت قادرة أدخل في حفلة الخطبة وهاي التفاصيل والفرحة بسبب أخوي بالتحقيق. فانتقلنا للجزء الثاني اللي هو العرس بأسرع وقت. فلما انتقلنا بأسرع وقت للعرس حطيناه بشهر 10، من شهر 4 لشهر 10، فقعدنا نرتب بكل التفاصيل، نكلت شغلي، نكلت حياتي كلها على رام الله. صار التنكيد علينا بأنه اعتقلوا عبد يوم الجمعة اللي هو يوم الغداء. دخلوا طبعاً الخميس، حاولوا ياخذوا عبد، ما لكوا كان بالبيت، كان ببيتنا. أنا يعني حكيت له روحنا مرتاح من زنة العروس وهي الأمور، فخلص روحنا في دارنا. بس دخلوا على داره وملكوه فاستنفروا. صار يرنوا، ما حدا كان عم برد عليهم وقت الغداء، كنا مشغولين في الغداء. وأنا صراحة ما كنتش نايمة، لأنه لما رن علي عبد على 5 الصبح قال لي أنا جيش عنا، قلت له تمام وهيك، ضلتني سهرة صاحي لل 12 تقريبا. فبعدين رحت دخلت أنام إلا على 1:30، بعرف إنه المخابرات رنوا على أبوي وبلش في تهديدات إنه ممنوع هذا العرس يتم. طب أبوي بحكي له طب أنت شو بدك فيه؟ بقول له مقابلة. طب إذا مقابلة خلي العرس يمشي يوم السبت وأنا بجيب لك إياه الأحد. قال له فيش عرس، أنا في حرب، بتنزل تم إبطال العرس، مش أنت صحفي؟ نزل هيك، وسكر في وجهها بالتليفون. كل بنت فلسطينية ما عمرها كانت متخيلة حالها إنه ممكن تكون أم فلسطينية، أم شهيد أو أم أسير، بس اليوم هينا بنعيشها، أو زوجة أسير. أنا عمري ما كنت متوقعة إني آخذ حدا ممكن ينسجن في يوم عرسي، يعني كنت ممكن أحكي إنه ممكن ينسجن، بس يوم عرسي ما كنت متخيلة يعني.